بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة اليوم هي الأولى بالشابتر الثالث اللي هو عنوانه الانجن سايكلز. طبعا احنا سبق ان اخذنا موضوع الدورات بالمرحلة الثانية، موضوع الثرمودينامكس او ما تسمى بالاير ستاندرد سايكلز. طبعا هنا راح يكون الهواء وال كأدل غاز نستخدمه هو الوركينج فلويد. طبعا بعض القوانين المراجعة لها اللي اخذناها بالمرحلة الثانية، البي في يساوي لي ار تي، هاي معادلة 3:1a، طبعا سمول في اللي هو سبيسيفيك فوليوم، والبي في كاب يساوي لي ام ار تي، الضغط يساوي لي رو ار تي بريشر يساوي لي رو ار تي، واعترف الرو هي واحد على الفوليوم، والسبيسيفيك فوليوم نفس المعادلة رقم اي، دي اتش سي بي دي تي، ودي يو هو سي في دي تي. هاي كلها القوانين احنا مكتوبة بصف ثاني بالثرمودازم. بالاضافة الى ذلك عندنا الايزوتروبيك ريليشنز، بعض العلاقات بالايزوتروب اللي اخذناها سابقا اللي هي البي في للاس كي تساوي لي كونستانت، تتذكرون بالشابتر السادس بالثرمودينامكس، والتي في للاس كي ناقص واحد يساوي لي كونستانت، هاي كلها ايزوتروبيك بروسس. وعندنا التي بي للاس واحد ناقص على كي، تي بي للاس واحد ناقص كي على كي يساوي لي كونستانت، هاي ايزوتروبيك بروسس. هاي كل هالقوانين احنا اخذناها بصف ثاني المرحلة الثانية بالثرمودينامكس. الورك اذا تتذكروا اخذنا P2V2 ناقص P1V1 على 1 ناقص K، او يساوي R في الـ T2 ناقص T1 على 1 ناقص K، وسرعة الصوت Speed of Sound هي تحت الجذر KRT. الـ K طبعا هنا يكون بالجول، العفو الار بالجول تحسبه داخل ال والتي بالكلفن، هاي داخل الجذر. طبعا كل المصطلحات مشروع هنا، البرجر غاز برجر سيلندر، والفي فوليوم سيلندر، وهكذا. طبعا الفي يقول لك السيلندر يعني هو في نقطة شنو البي دي سي، وغيرها من المعادلات أو المصطلحات كلها موجودة هنا مشروح. ليو سبيسيفيك انترنال انيرجي، والسي بي والسي في سبيسيفيك سيز، والكي تعرفوا سي بي على سي في، والدبليو سبيسيفيك ورك، والسي سبيد اوف ساوند. هاي كلها لازم تسوي لها مراجعة وريفيو، تحفظوها إعادة حفظ زين، اللي راح تستخدموها بحل المسائل والاشتقاقات مال شابتر 3 للدورات المثالية. أول دورة هي دورة أوتو سايكل كونستانت، أو تسمى كونستانت فوليوم سايكل. هسه نشرح ليش كونستانت فوليوم سايكل. حقيقة هاي اللي اكتشفها الدورة هو العالم أوتو، هو عالم ألماني جيرمان زين، بال 1876 طبقها على الانترنال كومباستن انجن. نجي هسه نشرح الانترنال كومباستن انجن و كيف طبقها اوتو في هذه المحركات. لو نجي الى المخطط هذا البي في دايجرام، وعندنا التي اس دايجرام، هاي سبق ان اخذنا المخططات بالثرمودينامكس. الحقيقه هو شوف هو هنا خلينا نجي نطبق بالنسبه للبروسيس 1 6 او 6 1، خلينا 6 1 زين. كونستانت بروجر انتيك اوف اير، هذا شوط السحب والشوط الاول، ساكشن ستروك هنا تدخل كميه من الهواء، اذا راح يصل الهواء الى نقطه رقم 1 اللي هي البي دي سي. زين يكون البروجر هنا متساوي بي 1 يساوي بي 1 بي 6 وبي 0 متساوي، لان هذا يعتبر الضغط الخارجي، راح يدخل الهواء. بالتالي هنا راح ينجز لي ويرك من 6 الى 1، ليش؟ لان قطع حجم في
بضغط ثابت. ورك هو بي نوت في ال V1 ناقص V6. من واحد إلى اثنين هنا ازوتروبيك كومبريشن بروسيس حصير هنا ازوتروبيك، إذا راح تمشي على دالة معينة من واحد إلى اثنين اللي هي اللي هنا T2 تساوي لي T1 V1 على V2 الاس كي ناقص واحد. القوانين قلت لكم حفظوا، أو تقدر تختصرها T1 في RC للاس كي ناقص واحد بRC احنا سبق وعرفناه اللي هو شنو RC V max على V min compression ratio V max على V min. البرجر 2 تقدر تحسبه ببساطة P1 في ال V1 على V2 للاس كي، أو P1 في ال RC اللي هو compression ratio للاس كي. طبعا هنا الحرارة صفر، ليش؟ ازوتروبيك، والازوتروبيك هو جاي من عملية شنو؟ اديابيتك زائدة ريفرسبل بروسيس بنسميها ازوتروبيك. الشغل طبق القانون قبل شوية اخذناه P2 V2 ناقص P1 V1 على 1 ناقص K، ها من 1 إلى 2 أو تساوي R في ال T2 ناقص T1 على 1 ناقص K، ويساوي U1 ناقص U2 أيضا، ويساوي CV T1 ناقص T2. بروسيس 2 3 وهي المهمة. كونستانت فوليوم هيت انبوت، لذلك هاي الدورة سميناها كونستانت فوليوم سايكل. ليش؟ لأن الهيت انبوت أو ما يسمى بالكمبسن الاحتراق قاعد تحدث at constant volume اللي هي هاي constant volume من 2 إلى 3 راح تدخل كمية الحرارة إلى الأسطوانة أو إلى غرفة الاحتراق، هنا راح يصير عندي الكمبسن. طبعا هنا ال V2 تساوي V3 أو تساوي VTDC مثل ما شفنا. الورك هنا صفر، ليش؟ لأن الحجم ما يتغير، فصفر الورك، حجم متساوي فيكون الورك صفر. Q من 2 إلى 3 هي ال Q اللي تدخل المحرك، هي كمية الحرارة داخل المحرك. MFQHB Combustion Efficiency أخذناها سابقا، وممكن تساوي إن الكتلة الكلية الهواء والوقود في ال CV في ال T3 ناقص T2 باعتباره هواء، أو الأمين الكلية تساوي MA زائد MF في ال CV T2 ناقص T3 ناقص T2. هاي انتبهوا لها، هالقوانين تشتغلون بيها زين. هنا هاي العلاقة إذا نقسم على MF، هاي تروح ال MF هنا، هنا MA على MF AF، MF على MF واحد، CV T3 ناقص T2. هاي القوانين المهمة لأن راح تكون مفتاح لحل بعض البروبلم في أوتو سايكل. كسبيسيفيك Q1 تساوي CV T3 ناقص T2 يساوي U3 ناقص U2. ممكن تكتب طبعا هنا T3 هي T max بالدورة بالسايكل، وال P3 P max. ما راح نشوف، شوف P3 هي P max، وإذا نرسم ال TS diagram فال T3 هي T max. طبعا بال TS diagram هنا isentropic من واحد لاثنين هاي العملية، إذا ال S constant بال isentropic process. بعدين من اثنين لثلاثة هنا volume constant، بس ايش راح عندي هنا يصير؟ يتولد انتروبي ودرجة حرارة تزداد، فبالتالي يصير عندي البروسيس بشكل. إذا ال Q N هي من 2 إلى 3، طبعا المساحة كلها هاي من 2 إلى 3، الجو الكير من 2 إلى 3 تمثل لل Q N. نكمل البروسيس الباقي من 3 إلى 4 راح يصير اعتياديا ازنتروبيك بروسيس 3 4، فبالتالي راح يكون عندنا ال Q 0 كمية الحرارة المنتقلة صفر. T4 نقدر نحسبه بالازوتروبيك ويا T3. T4 يساوي T3 في ال V3 على ال V4 الاس كي ناقص واحد. ال V3 على ال V4 هي مقلوب الكومبريشن ريشيو، فبالتالي تكون T3 على واحد في واحد على RC اللي هو الكومبريشن ريشيو للاس كي ناقص واحد. نفس الحالة البريشر P3 في ال V3 على ال V4 الاس كي، أو تساوي P3 في واحد على الكومبريشن ريشيو للاس كي. إذا علاقات هي سبق أن أخذناها بس نطبقها بين ستيت وستيت. الورك بين 3 و 4 هسه راح نرجع للرسم بس خلي أقرأ. P4 V4 ناقص P3 V4 V3 على 1 ناقص K،
وتساوي R في T4 ناقص T3 على 1 ناقص K. هذا القانون أخذناه هنا بالثرمودايناميكس. وممكن يساوي U3 ناقص U4 ويساوي CVT3 ناقص. إذا عندك حقيقة فرشة من المعادلات، ممكن نستخدم واحد من عدة، ممكن نستخدم هذا، استخدم هذا، ممكن استخدم هذا. إذا أنت عندك مجال تستخدم اللي تحسه أسهل. فشوف ثلاثة وأربعة الورك هنا موجود، هاي ثلاثة وأربعة أزيتروبيك، إذا الإس كونستانت، بالتالي الكيو هنا يساوي صفر. بينما أنا حقيقة الورك موجود. أنت عرفتوا الورك أريا، أنت تذكر إذا الورك من واحد لاثنين هي هاي المساحة. الورك من 6 إلى 1 هي هذا المستطيل. الورك من 3 إلى 4 هو حقيقة هذا. هاي كل هالمساحة تعتبر الورك من 3 إلى 4. طبعا هنا بين 4 والواحد راح يصير عندي شنو؟ كيو أوت، كمية حرارة قلنا اللي تدخل جزء من يتحول إلى شغل بالبروسيس 3 4، والجزء الآخر ينطرح ريجكت للخارج. واحنا هاي سبق قلنا بالثرمودينامكس. اذا 3 4 عفوا 4 1 هو كيو ريجكت اللي راح يصير بين 4 1 بالتي اس دايجرام. اذا الاريا اندر ذا كير بالتي اس دايجرام بين 4 1 يتمثل لي الكيو اوت. هسه لو نجي الورك الصافي هنا حقيقه، طبعا بعدين بين 1 و 6 شوف الاكزوست ستروك راح بين 1 و6 يطلع للخارج، لذلك الورك بين 1 و6 راح يصير شنو؟ مساوي الورك بين 6 و1. واحد من تتسبب بالدوره واحد ياكل الثاني او يكنسل، يصير عندي كنسل للورك لانه هذا يساوي هذا، بالتالي واحد سالب واحد موجب ينطرحان. اذا الورك الصافي بالدوره هو الاريا اللي محصوره داخل الدوره داخل السايكل، اللي هو تمثل لي الورك من 3 إلى 4 ناقص الورك من 2 إلى 1 ومن 1 إلى 2 مطروح. هنا بالتي اس دايجرام الاريا اندر ذا كيرف من 2 إلى 3 هي كيو ان الحرارة الداخل، المساحة من 4 إلى 1 هي كيو اوت. إذا الكيو الصافي هي الاريا اندر ذا كيرفز الصافي مالهم هو يكون داخل الدورة، تكون عندي الكيو ان ناقص كيو اوت وهو يساوي الورك. ممكن تحسب الورك من هنا كمساحة، ممكن تحسب الورك من هنا كمساحة. هذا أهم ما موجود بالدورة حقيقة. إذا نجي نشرح الـ effectiveness أو الـ thermal efficiency of auto cycle، هي علاقة سبق وإن أخذناها بالشابتر الـ التاسع بالثرمودينامكس إذا تذكرون، اللي هو بالكتاب أنا أقصد، كتاب الثرمودينامكس موجودة، ممكن ترجع تقرأها أيضا وتستفيد منها. راح يكون عندك هنا مثالية والدورة سهلة كل اشتقاق مالها، هاي الثيرمال افشنسي مطلق الورك على مطلق الكيو ان، أو واحد ناقص كيو اوت على كيو ان كمطلق. هاي العلاقة تختصر سي في والسي في تطلع لك هنا. تحول هسه تمبرتشر واحد ناقص تي فور ناقص تي ون على تي ثري ناقص تي تو، تحولهن كلهن تحولهن بدلالة تمبرتشر واحدة وتختصرهن، وبعدين تحولهن بدلالة الفوليوم. يعني انت عندك تي تو على تي ون تساوي في ون على في تو سكي ناقص واحد، وعندك في وتساوي في نفس، يعني في ون يساوي في فور، في تو يساوي في ثري، خليه هاي ايش راح يساوي لك تي ثري على تي فور. هاي اذا ساوت هاي تمبرتشرز تخليه هنا، اذا راح يصير عندك تي 4 على تي 1 تساوي تي 3 على تي 2. اذا تعوضها هنا شوف، اذا تعوض هنا انت فش تسوي هنا؟ تضرب وسط مقام هذا تي 1 على تي 1 وهاي تضربه بتي 2 على تي 2، تصير البروسيس بهالشكل. الدخل هنا راح يصير واحد اتيادي هنا تي 4 على تي 1، وهنا نفس الحاله. زين هذا راح يساوي هذا حسب هاي العلاقة، تختصر هذا ويا هذا. إذا يصير لك الكفاءة واحد ناقص تي1 على تي2، ابدأ التي1 على تي2 بدلة الفوليوم قبل شوية أخذناها، هاي هنا تعوضها راح تطلع لك بهالشكل، هذا واحد على في1 على في2 ناقص واحد، تختصرها هذا هو الكومبريشن ريشيو
زين، فالعلاقة كلش